تمام. وصلني انه كان اكو صوت بس التعليقات مدى تطلع يمي، والمايك اوضح من بدون المايك، فراح ارجع المايك زين. واذا صوت واضح بس واحد يدز لي على يعني مسج على الماسنجر حتى يطلع عندي يعني الاشعار واقدر افتهم انه اكو صوت، لان الظاهر الكومنتات مدى تطلع عندي. راح ارجع المايك. اوكي بسم الله. هسه رجعت المايك، فاذا الصوت واضح واضح، بس نفس الشخص اللي دز لي مسج هسه على الخاص دز لي مسج يقول لي اوكي واضح الصوت، شكرا جزيلا دكتور، شكرا جزيلا. اوكي هسه بالمايك، اني دا استخدم المايك اعتقد الصوت واضح، بس راح تبقى بدون كومنتات. انا ما اعرف شنو السبب، ما اعرف ليش ما تطلع عندي، ف يعني راح ابقى بس تمام، راح ابقى بس يعني احكي بس ما راح اشوف فيدباك من عندكم. بعدين من نخلص ان شاء الله نشوف الفيدباك. شكرا شكرا. اوكي هسه بالمايك، وبالمايك افضل. هسه توصلني التعليقات انه بالمايك افضل. اوكي بسم الله الرحمن الرحيم. اولا صيام مقبول، وشكرا جزيلا للي دي يحضرنا اليوم بالبث على مود نسولف على الهايبر جلايسيميا بالامرجنسي ديبارتمنت. بس عندي في التوضيح صغير قبل ما ابلش احكي بالموضوع، انا راح احكي اليوم بس عن الهايبر جلايسيميا، يعني الكلام مالتي فقط على الهاي بلود جلوكوز، شلون اتعامل ويا الهاي بلود جلوكوز. ما راح احكي عن البيشنت ككل والكوز مال هايبر جلايسيميا. اوكي هو هساني بالمايك دا احكي. اوكي هسه بالمايك، يعني حاط المايك انا مشكل هسه دا اسولف ويعني بالمايك، فاعتقد يعني الصوت على حسب ما وصلني من فيدباك انه الصوت جيد بالمايك هسه يعني. اوكي فهايبر جلايسيميا ان امرجنسي ديبارتمنت، ما راح احكي عن ديزيز بروسيس والمعالجه الكامله المانجمنت مال البيشنت از ا هول. اوكي راح احكي فقط كهايبر جلايسيميا على مود اميز التايبس مالتها وشلون اتعامل ويا ايتش تايب. اوكي فحتى بس يصير واضح للي يعني قاعد يسمعون الموضوع انه كلامي عن شنو. يعني فور اكزامبل، يعني من احكي مثلا هايبر جلايسيميا ان يعني البيشنت اللي عنده هايبر جلايسيميك كرايسيس او دايابيتيك كرايسيس اللي هي الدي كي اي او اتش اتش اس، دول البيشنت انا ما راح احكي على المانجمنت الكامل مال الدي كي اي ولا المانجمنت مال الهايبر اوزمولر سيندروم، راح احكي فقط عن الهايبر جلايسيميا مانجمنت بالموضوع. واضح؟ لانه اذا اريد احكي على كل ديزيز بروسيس بشكل كامل ياخذ وقت طويل جدا. انا فقط دا احكي عن الهايبر جلايسيميا، اعتقد هسه الموضوع صار واضح. شو راح نحكي عن الهايبر جلايسيميا؟ فيرست اوف اول زين، راح نحكي عن البيشنت اللي يجي للامرجنسي ديبارتمنت وذ نيولي دايجنوزد زين دايابيتس ميليتس. اوكي البيشنت اللي يجي عاده ممكن with severe symptoms أو ممكن لا، البيشنت ممكن يكون stable discovered routinely. فراح أخلي أول category البيشنت اللي discovered routinely on routine examination، يعني patient جاي for symptom معينة وبالinvestigation سويتها empirical بالemergency diagnosed إنه هو عنده DM، وراح نحكي شلون نعرف إنه هو عنده DM diagnosis. اثنين البيشنت اللي عنده هاي بلود جلوكوز لكن هو مو كريتيكلي ايل، زائدا هو نوت كريتيكلي ايل، يعني هذا البيشنت راح يحتاج منك مانجمنت بالامرجنسي، مو ستيبل مثل البيشنت الاول. اوكي عنده هاي بلود جلوكوز، هاي بلود جلوكوز زين بس مو كريتيكلي ايل، شو راح اتعامل وياه؟ هذا عنده هاي بلود جلوكوز ممكن زين البيشنت او مو كلش هاي بلود جلوكوز، او روتين انفستيجيشن اللي قفت عنده دايابيتس زين البيشنت نيولي دايجنوزد، بيشنت هاي بلود جلوكوز نوت كريتيكلي ايل وذر كان هو دايابيتك اوريدي زين او نيولي دايجنوزد، شلون اتعامل وياه؟ ثلاثه البيشنت اف ذا بيشنت از كريتيكلي ايل، كريتيكلي ايل شلون التعامل؟ واربعه واخيرا البيشنت اللي وذ long boarding time in emergency department او emergency room، يعني patient يحتاج admission زين، وبالadmission احنا نعرف راح نستخدم يعني patient عنده hyperglycemia وdiabetic راح نستخدم therapy،
ثيرابي مال الادمشن راح يصير بالادمشن بالورد مو يمي بالامرجنسي. بس سام تايمز فور يعني سام ريزن البيشنت يبقى بالامرجنسي فور ا لونج تايم. هذا البيشنت اللي يبقى فور لونج تايم بالامرجنسي لازم ياخذ يبدي المانجمنت، يعني هو مو لازم بس الافضل انه يبدي المانجمنت مال هايبر جلايسيميا بالامرجنسي ديبارتمنت. طفت الكهرباء، نعلق اللايت الى ان اوكي. يبدي المانجمنت مال الهايبر جلايسيميا بالامرجنسي ديبارتمنت، راح يصير الاوتكم بيتر، راح يصير الاوتكم بالنسبه له بيتر. اوكي نحكيها ان شاء الله في وقت. اذا راح نجي على البيشنت نيولي دايجنوست، يعني ما كان عنده هايبر جلايسيميا، بيشنت يعني هاو كان اي يعني ديسكفر انه عنده دايابيتس، زين وشلون راح اتعامل وياه، شلون راح اتعامل وياه اذا كان البلود جلوكوز مالته مو اكيوتلي هاي، يعني اقل من 300 اقل سوري من 250 الى 300، واذا كان اعلى من 250 300 شلون راح اتعامل وياه. نجي بيشنت نيولي دايجنوز دخل الامرجنسي ديبارتمنت. اوكي خلي اللايت هيك حتى لا يصير الضوء يصير ظل. بيشنت اجى للامرجنسي ديبارتمنت اوكي وعنده هاي بلود جلوكوز. شلون اعرف انه هذا البيشنت دايابيتك؟ شلون راح اتعامل ويا بلود جلوكوز مالته؟ بس يعني الانكريز بالبلود جلوكوز مالته مو اكيوت وهاي انكريز، يعني مو اكثر من 250 ملي جرام بير ديسيليتر، لكن اكو انكريز. اولا شلون نعرف انه هو البيشنت دايابيتك؟ شنو الكرايتيريا تو دايجنوز دايابيتس؟ ما اريد اطول زايد بيها لان اعتقد يعني موست يعني من الموجودين يعرف الدايجنوسيس اوف دايابيتس اكوردنج تو لابوراتوري investigations. عندنا random blood sugar وعندنا fasting blood sugar وعندنا oral glucose tolerance test وعندي الهيموغلوبين A1C. اوكي كل هذني ممكن اعتمد عليهم ككرايتيريا من عندها اشوف قد القراءة مالته واعتمد بالدايجنوسيس. خصوصا راح نجي نحكي على HbA1C واهميته. الراندوم بلاد شوجر اي واحد فوق ال 200، زين اي واحد عنده البلاد شوجر مالته فوق ال 200، زين هذا عنده هاي بلاد جلوكوز ممكن يكون دايابيتك اذا كان البيشنت عنده سيمتومز. بيشنت عنده سيمتومز اوف دايابيتس، بوليوريا، بولي ديبسيا، البيشنت عنده يعني symptoms مال diagnostic مال classical symptoms مال hyperglycemia weight loss، زين وهذا ال high blood glucose هذا ممكن يكون diagnosis مال hyperglycemia. لا والله لقيته أول مرة تلقاه فوق ال 200، هذا ممكن إذا كان stable ال patient next day ينعاد ال blood glucose مالته وإذا بقى فوق ال 200 this is diagnostic إنه هذا ال patient عنده diabetes. أو تعيد للفاستنج. الفاستنج بلود جلوكوز، الفاستنج بلود جلوكوز لازم يكون أقل من 100 حتى يكون نورمال، يكون أقل من 100. هذا النورمال، نورمال أقل من 100. إذا طلع فوق ال 100 يعني و26 وفوق أكثر ويساوي 126 ملي جرام بير ديسيليتر هذا البيشنت از دايابيتك. هذا البيشنت فاستنج بلود جلوكوز مالته اكثر من 126 هذا دايابيتك. بيناتهم يعني بين ال 100 فوق ال 100 والى 125 هذا البيشنت عنده امبيرد جلوكوز تولرنس. هذا البيشنت يسموه بري دايابيتس، بري دايابيتك يعني هذا البيشنت هسه مو دايابيتك بس ممكن بالمستقبل راح يصير عنده دايابيتس. اذا يعني هذا البيشنت ممكن يغير يسوي لايف ستايل موديفيكيشن ممكن الجلوكوز مالته يتحسن، بس اذا ما راعى هاي الامور ممكن يتحول الى دايابيتس. اوكي زين نعلق الضوء مره ثانيه، جت الكهرباء ونطفي هذا على مود الظل. اوكي عندي الاورال جلوكوز تولرنس تيست. الاورال جلوكوز تولرنس تيست هذا ياخذ البيشنت 75 جرام اوف جلوكوز وينعاد الجلوكوز مالته ورا ساعتين، يعني بلود شوجر مالته، بلود شوجر مالته تقيسه ورا ساعتين. المفروض يطلع اقل من 140، المفروض يطلع اقل من 140 ملي جرام بير ديسيليتر. اذا طلع اكثر من 200 هذا البيشنت دايابيتس. بين ال 140 لل 199 هذا البيشنت بري دايابيتس. اوكي يعني عنده امبيرد جلوكوز تولرنس. ال HbA1c، ال HbA1c بخصوصيه انه هذا ال HbA1c ينطيك فكره عن البلود جلوكوز خلال فتره شهرين الى 3 اشهر ايش قد كان بلود شوجر.
يعني البيشنت ممكن يكون هسه البلد جلوكوز مالته نورمال زين ات ذس تايم، بس هو اصلا كان يعني كان عنده هاي بلد جلوكوز خلال هاي الفتره ان كنترول، بس صدفه انت شيكته لقيته مثلا وذ النورمال او البلد جلوكوز مو كلش هاي مالته. هذا ينطيك فكره عن جلايسيميا، يعني الهايبر جلايسيميا وذن الفتره هاي 2 تو 3 مانثس زين، او البيشنت عنده ممكن هاي هسه بلود جلوكوز ستريس وعنده هو امبيرد جلوكوز تولرانس بس هو مو دايابيتك. شلون تكتشفه؟ اكتشفه انه من سوي له اتش بي اي 1 سي يطلع مالته نورمال اوكي، او يطلع مالته مال بري دايابيتس مو دايابيتس، لانه الجلايكيتد هيموجلوبين راح نجي نحكي الرقم مالته يطلع مو دايابيتك. فاذا هذا يفيدك انه انت تقدر دايجنوست تقدر من عنده تعتمد حتى تعرف انه البيشنت دايابيتك اور نوت. ايش قد النورمال؟ النورمال اقل من 5.7، كل شيء فوق ال 6.5 يعتبر بيرسنت، هذا بيرسنت جلايكيتد هيموجلوبين. اكثر اقل من اقل من هاي مو اقل من هاي اكثر من اقل من اقل من 5.7% هذا نورمال، اكثر من 6.5% هذا دايابيتك، بيناتهم بري دايابيتس، يعني من 5.7 الى حد 6.4 هذا بري دايابيتس اوكي. اذا انا البيشنت راح يجيني بالامرجنسي ديبارتمنت، شنو المتوفر عندي من ذني حتى انطي دايجنوسيس؟ راندوم بلاد شوجر اللي راح اسوي له يعني، واذا موجود عندي الاتش بي اي 1 سي which is good زين، بس ما اعتقد يعني مو كل طوارئ موجود بها الاتش بي اي 1 سي، فيعني ممكن هذا التست انت يعني ما تقدر تسوي، بس تعتمد على راندوم بلاد شوجر. بيشنت عنده سيمتوم راندوم بلاد شوجر مالته اكثر من 200 هذا دايابيتك، بيشنت ما عنده سيمتوم راندوم اكثر من 200 عيدها زين نيكست داي يفضل، وشوف اذا استمرت هاي البيشنت معناها دايابيتك اوكي. اذا دايجنوستس بيشنت دايابيتك، دايجنوست البيشنت دايابيتك، شو راح اتعامل وياه؟ اذا البلود جلوكوز مالته مو كلش هاي، البلود جلوكوز مالته مو كلش هاي، مو اكيوت انكريز بالبلود جلوكوز اكثر من 250 او اكثر من 300، شو راح اتعامل وياه؟ هنا لازم اميز هذا البيشنت تايب 1 او تايب 2. شو راح نميز هذا البيشنت تايب 1 او تايب 2؟ اكو رف استيميشن من خلال الايج مال البيشنت، ذس از ا رف استيميشن من خلال الايج مال البيشنت. البيشنت اللي هو يونغ زين، هذا البيشنت يونغ او حتى تشايلد، هذا البيشنت عنده عاده تايب 1، عاده تايب اللي يبدي ايرلي ان لايف، هل هذا يعني قانون كل البيشنت هيجي؟ لا، هاي قاعده بس اكو كل قاعده شواذ، بس هاي القاعده يعني تقريبا، يعني تقريبا معظم البيشنت البيشنت تايب 1 يجون يونغ اوكي اقل من 30 سنه. اما تايب 2 لا، البيشنت هنا اكثر من 30 سنه عاده اوكي. فمن خلال الايج اقدر اميز انه هذا تايب 1 او تايب 2. شنو الفرق؟ الفرق بالمانجمنت، اذا انت راح توصف للبيشنت مانجمنت. هسه يعني ممكن تسالني سؤال تقول لي اني ليش ابدي له مانجمنت بالامرجنسي ديبارتمنت؟ ما مطلوب منك انت كطبيب امرجنسي انه تبدي له مانجمنت البيشنت بالامرجنسي ديبارتمنت عاده، لان انت يو مي ريفير هيم تو ذا اوت بيشنت كلينيك، وراح يشوفه الفاميلي دكتور او جي بي، وهو يكتب له مانجمنت ويعالج الهايبر جلايسيميا او الدايابيتس مات. لكن سام تايمز فور اكزامبل انت يعني فور ا ريزن، مثلا انت قاعد بمستشفى بيريفري، البيشنت صعب عليه انه يراجع او ابوينتمنت الروحه والجايه، قاعد هو في ارياف مكان بعيد صعب عليه يروح ويجي عده مرات، ممكن انت تبديله، ممكن انت تبديله المانجمنت مالته بالامرجنسي ديبارتمنت من تميز هو تايب 1 او تايب 2 اوكي. تايب 1 شويه اقل، اولا هو نسبته اقل زين 5% بين 5 الى 10% من الدايابيتك بوبوليشن كلهم. اثنين عاده هوايه منهم من يجون وذ كومبليكيشن، مثلا دي كي اي يجي وذ كومبليكيشن، فهذا البيشنت راح تبدي له مانجمنت وبعدين راح تسوي له ادمشن للورد عاده اوكي. فيعني قله من البيشنت راح تشوفهم تايب 1 وراح تضطر تعطيهم مانجمنت كاوت بيشنت، بس الاغلبيه حيكونون تايب 2، الاغلبيه حيكونون تايب 2. زين شو راح اتصرف وياهم اذا اني ردت ابلش وياهم مانجمنت ذولا؟ بعدنا ستيل احنا بالكاتيجوري مال البيشنت اللي هو نيولي دايجنوست ما تعرفه انت سابقا، والبلود جلوكوز مالته مو كلش هاي اوكي. شو راح اتعامل وياه؟ نجي على تايب 1. اذا اكتشفت انه هذا البيشنت تايب 1 يونغ بيشنت زين و نيو سيمبتومز عنده اوكي والبلود جلوكوز مالته هاي، شو راح اتعامل وياه؟ هذا لازم تبدي له انسولين. تايب 1 عنده ديستركشن بالبيتا سيلز مال البنكرياس، والانسولين مالته كلش قليل عاده.
طبعا الديفينيتيف دايجنوسيس باي ميجرينج ذا فاستنج انسولين زين يطلع اقل من النورمال اللي هو اعتقد 5 الى 15 يمكن مايكرو يونت بير مل، يطلع اقل من النورمال، بس ما عندنا الانسولين ليفل عاده يعني، فممكن انت رفلي استيميت من الايج مال البيشنت انه فتبدي له انسولين. شلون ابدي له انسولين ثيرابي؟ زين احنا قلنا وكرر انت ما مطلوب منك انه تعالج البيشنت از ان اوت بيشنت، ممكن يو ريفيرهم، بس في بعض الاحيان ممكن فور ذا سيك اوف ذا بيشنت او انت بمستشفى ممكن يعني بعيد عنك انه الـ 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 يعني الاب بعيد عن المستشفى بعيد عن البيشنت مكان البولس مانجمنت. هاي تشبه الفيزيولوجي. الفيزيولوجي مال البنكرياس شلون صايره؟ الفيزيولوجي مال البنكرياس اكو عندك بيزل ليفل، يعني هاي الكونستريشن مال الانسولين وهذا التايم. اوكي؟ وهذا الكونسنتريشن مال الانسولين. عندك اول ذا تايم اول ذا تايم البنكرياس يفرز لك كميه من الانسولين كل الوقت كبيز لاين. اكو فد سمول اماونت اوف انسولين، مو قلنا احنا من نفحص الفاستنج يطلع لك فد ليفل معين، اكو سمول اماونت اوف انسولين. اوكي سوري بس فصل النت، اذا فصل مره ثانيه راح احول على شبكه اخرى فنحاول نكمل. اوكي البث راح ينحفظ هم زين، بدات تطلع تعليقات. اوكي ال نرجع وين ما وصلنا، ام سوري على الانقطاع اللي صار. عندنا الطريقة الأولى اللي هي بيزل بولس تعتمد على الفيزيولوجي، ما راح أطول زايد بيها حتى لا ناخذ وقت أكثر من الوقت اللي احنا اتفقنا عليه. البيزل بولس تعتمد مثل الفيزيولوجي، يعني عندك بيزل ليفل مال الأنسولين زين، وعندك لما واحد ياكل بالميلز يصير عندك الأنسولين ينفرز زين، ويصير عنده بيك وينزل ويا الميلز ويا كل ميل. مو عندنا تقريبا 3 ميجر ميلز، هاي البريكفاست واللانش زين والدينر، يصعد عندك الانسولين بثري بيكس، وطول الوقت اكو فد بيزل ليفل، يعني ما ينزل للصفر الانسولين، يبقى بيزل ليفل زين ويصعد بيك الميل. الطريقه اللي راح نحكيها البيزل بولس تشبه الفيزيولوجي، يعني شلون؟ يعني البيشنت راح ياخذ انسولين لونج اكتنج، لونج اكتنج مثل الجلارجين او ديتيمير، هاي لونج اكتنج انسولين زين، ياخذها مره واحده باليوم، ياخذها مره واحده فور اكزامبل بالليل ياخذها، او ياخذ انترميديت انترميديت انسولين مثل ان بي اتش. اوكي انسولين ياخذها يا مرتين باليوم، يا اما ياخذ لونج اكتنج مره واحده باليوم، ياخذ الانترميديت مرتين باليوم. اوكي يعني صبح مثلا وايفنينج، يعني مورنينج وايفنينج ياخذ انترميديت، هذا تنطيه بيزل ليفل، هاي تنطيه بيزل ليفل اوف انسولين. ويا كل ميل قبل كل ميل بخمس دقائق او الى نص ساعه ياخذ عندك رابيد اكتنج، رابيد اكتنج. الرابيد اكتنج ياهو هذا الريجولر الصافي اللي عندنا نستخدمه بالامرجنسي. اوكي الريجولر الصافي رابيد او سوري شورت اكتنج، مورا شورت اور رابيد اكتنج ممكن يستخدم، الشورت اور رابيد اكتنج. الشورت اكتنج هو الريجولر، الرابيد اكتنج لا، الاسبارت والليسبرو زين جلوليسين ذني رابيد اكتنج، شورت اكتنج ريجولر هذا الصافي.
زين الصافي نستخدمه بالامرجنسي. انترميديت الخابط زين اللي ايضا موجود عندنا sometimes نشوفه يعني بالامرجنسي عاده ما نستخدمه بس يعني يعني عندنا بس الصافي اغلب الاحيان نشوفه بس الخابط شايفين كلكم بالريد هات. فممكن لونج اكتنج مره واحده باليوم، انترميديت اكتنج، والشورت اكتنج تستخدم ويا الميلز. شلون احسب الجرعه؟ اول شيء احسب عندي التوتال ديلي ريكويرمنت، توتال ديلي ريكويرمنت بين 0.2 تو 0.5 يونت بير كي جي بير داي، 0.2 تو 0.5 يونت بير كي جي بير داي، هذا التوتال ديلي ريكويرمنت. فور اكزامبل طلعت فد 60 يونت، هاي ال 60 يونت اقسمها قسمين، اقسمها تو بارتس 30 ب 30. ال 30 هاي الاولى انطيها البيزل، البيزل انسولي اللونج اكتنج انطيه 30 يونت مره واحده، الانترميديت اكتنج انطيها مرتين مورنينج وايفنينج زين يعني 15 ب 15 اوكي، او 30 انطي الكامله اللونج اكتنج. ال 30 الثانيه، ال 30 الثانيه انطيها اقسمها على الميلز زين، اقسمها على الميلز كل ميل انطي اوكي ايش قد انطي يعني 30 اقسمها 3 ميلز 10 ب 10 ب 10، 5 دقائق الى نص ساعه قبل الميل، 5 دقائق الى نص ساعه قبل الميل، لان هذا الريجولر انسولين الى ان يمتص الريجولر انسولين اللي هو الشورت اكتنج انسولين اوكي، الرابيد انسولين لا يمتص بشكل اسرع، يمتص خلال 5 دقائق الى 10 دقائق يصير الامتصاص. اما بالنسبه للشورت اكتنج ريجولر هذا الصافي اللي موجود عندنا نشوفه بالامرجنسي نستخدمه دائما، هذا ياخذ له 5 دقائق الى 30 دقيقه يلا يمتص سبكوتينيوسلي، حكي كله سبكوتينيوسلي، حكي كله سبكوتينيوس. اذا هذا اللي يسموه البيزل بولس، عندك دوز بيزل اللي هي نص التوتال دوز، وعندك 3 دوزز زين 3 دوزز هاي وي كل ميل قبل كل ميل اللي تستخدم لها ريجولار انسولين. اما طريقه السبلت ميثود سم تايمز شويه يعني عندنا مشكله انه تشك للبيشنت اربع مرات باليوم شويه يعني هاي مزعجه، خصوصا هو البيشنت راح يحتاج الانسولين ممكن فتره طويله، الانسولين يعني تايب 1 راح يحتاج طول عمره انسولين زين يعني صعب عليه اربع تشكات ممكن، فتستخدم السبلت ميثود. سبلت ميثود شو راح تسوي؟ شو راح هنا راح تستخدم نوع الانسولين اسمه الميكستارد، هذا الميكستارد زين بي ثلث بثلثين، ثلث منه ريجولر انسولين اللي هو شورت اكتنج اوكي، والثلثين من عنده انترميديت الام بي اتش، يعني صافي وخابط، صافي ثلث وخابط ثلثين. شو راح نستخدمه اوكي، شو راح نستخدمه؟ هذا الميكستارد هو اصلا حاضر هيك 30% تقريبا ثلث يعني اقل من ثلث شوي 30% ب 70%. شلون نستخدمه؟ استخدم ثلثين الدوز توتال ديلي دوز تحسبها رفلي راح نبلش زين رفلي راح نبلش مدى اقدر اشوف التعليقات حسب النايس لونج دوز ثلاثه رابيد مو شورت اي اذا ممكن رابيد او شورت اكتنج على حسب الوقت اللي ننطيه قبل الميل، على حسب الوقت ممكن نستخدم رابيد ممكن نستخدم، بس الفرق انه الرابيد اكتنج الامتصاص مالته ابطا اوكي، وال ال 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 لونج دوز ثلاثه رابيد مو شورت، الرابيد اكتنج امتصاصه اسرع، الشورت اكتنج امتصاصه شويه يعني ابطا ويطول اكثر، بس هم قريبين يعني بالبيك مالتهم والريت اوف ابزوربشن قريبه يعني بين الرابيد والشورت. عندك ثلثين الدوز مورنينج وثلث الدوز ات نايت زين صارت اسهل كله سبكوتينيوس اللي نحكي هسه صارت اسهل، او تحط له للبيشنت انسولين بومب، انسولين بومب، انسولين بومب. الانسولين بومب زين ما راح تحسب بعد دوز، تنحط يعني تملي الانسولين بومب اعتقد اسبوعيا تملي مره زين، استخدام هنا فقط تستخدم الرابيد اكتنج، فقط الرابيد اكتنج انسولين بومب، فقط تستخدم الرابيد اكتنج لان هذا بي سنسر وراح يحس الريسبونس زين immediately، فما ممكن نستخدم هنا الشورت اكتنج، نستخدم فقط الرابيد اكتنج، زائدا رابيد اكتنج يطول عندك
زين 28 يوم يطول عندك خارج الثلاجة، فممكن تستخدمه يعني بالانسولين بومب اللي حيبقى على يعني ويا البيشنت على البادي. هنا أنا ما راح تحسب دوز، هو الجهاز بي سنسر هو يحسب لك ايش قد على الجلوكوز وينطي، يعني فيزيولوجيكال ده يحكي فيزيولوجيكال، كل ما يصعد الجلوكوز هو ينطي انسولين ويبقي الجلوكوز بفد مستوى معين. اوكي لا هاي مال اوت بيشنت، هاي لحد الان كله اوت بيشنت، بس احنا قلنا قد نضطر في بعض الاحيان نعالج اوت بيشنت لانه البيشنت ممكن صعب عليه يوصل للاوت بيشنت ديبارتمنت. عدا هذا بالامرجنسي اكيد انت ما مطالب بهذا الحكي. زين فراح نحكي هسه على الجزء الثاني، يعني اسف طولت يمكن بهذا، يعني شوي هو طول ما اعرف كنت ناوي انه اسوي بشكل وقت اقصر، فايم سوري. نجي نحكي على البيشنت اللي عنده اكيوت اليفيشن بالبلود جلوكوز اكثر من بيشنت اجى وذر كان نيولي دايجنوسيس نيو دايجنوسيس او البيشنت اوريدي دايابيتيك. اوكي ما راح تفرق عندي هواي هنا، بيشنت نيولي دايجنوس او اوريدي دايابيتيك البيشنت، الجلوكوز مالته فور ا سيرتن ريزن اكثر من 250 الى 300 ملغ. كتب تقول لك اكثر من 300 ملغ بير ديسليتر، بس انت لا تصير كلش متزمت للرقم اكثر مما للبيشنت وضع البيشنت. 300 الى 200 250 الى 300 يعني هاي البلد جلوكوز، شو راح اتعامل ويا هذا البيشنت؟ اوكي هذا البيشنت طبعا هذا الحكي مو ايفيدنس بيست، موجود بالكتب ذاكري بعض الكتب مثل كارنت ايمرجنسي ميديسن زين، بس مو ايفيدنس بيست، يعني جاي من يعني مجرد اكسبيرتس وانطوا رايهم بالموضوع نعطي للبيشنت فلويد. طبعا اذا البيشنت الوضع ما يتحمل انه ياخذ فلويد نعطي البيشنت اي في فلويد. اوكي نعطي البيشنت اي في فلويد وسوي له مونيتورنج للبيشنت، شوف البلاد جلوكوز مالته. انخفض البلاد جلوكوز فبها عاده الانخفاض مالته يكون فت 50 ملغ بير ديسيليتر افتر الاي في فلويد بلس بعد 1 اور. اذا ما صار انخفاض بالبلاد جلوكوز تقدر تنطي للبيشنت انسولين. ناش قد تنطي انسولين؟ زين تنطي 0.1 يونت او 0.15 يونت بير كي جي بير كي جي subcutaneously وتشوف الريسبونس. طبعا السبكوتينيوس انجكشن راح تنطي للبيشنت اذا ما عنده هايبوفوليميا، يعني البيشنت ما عنده ديهايدريشن لانه الامتصاص سبكوتينيوسلي يصير جود. لا البيشنت فوليوم ديبليتد ممكن الانسولين سبكوتينيوسلي ما يشتغل فنحتاج ننطي اي في انسولين. اوكي فاكوردنج للهايدريشن ستاتس مال البيشنت، بس بكل الاحوال تقدر تنطي انت بالبدايه اي في فلويد وتشوف الريسبونس. ما استفاد البيشنت زين تنطي انسولين وتشوف المفروض عندك يصير عندك ديكريز في 50 ملغ بير ديسيليتر. اوكي يعني هذا ساتسفايد يعني هذا الديكريز ساتسفاينج. بعدها اذا ما نزل بعد الانسولين تقدر تعيد الدوز بعد 1 تو 2 اورز يو كان ريبيت ذا دوز. اذا هذا منو هذا الكاتيجوري؟ هذول البيشنت اللي عندهم هاي بلاد جلوكوز زين، وذول عاده مو كريتيكلي ال مو كريتيكلي ال، راح نبلش لهم اي في فلويد وانسولين. شلون اعرفه مو كريتيكلي ال؟ شويه الموضوع يعني فيك، شلون اميز هذا البيشنت كريتيكلي ال نورمال او لاكتيتد رينجر؟ يعني نقدر ننطي البيشنت كريستالويد فلويد، يعني حاله البيشنت اللي نستخدمه بالديهايدريشن زين لاكتيتد رينجر او نورمال. نورمال سالين عاده يعني هو وانطي الانسولين واشوف بعد ساعه ايش قد صار الريسبونس. يعني تقريبا هو اذا انطي ريجولر انسولين زين يعني بعد ساعه افحص البلد جلوكوز مات. كريتيكلي ال هيمودايناميكلي انستابل اي بي سي بها مشكله او البيشنت عنده فت سيريس اندرلاينج ديس اوردر سيريس اندرلاينج
disorder. طبعا هذاك البيشنت حتى اكتشف انه هو مو سيريس اللي حكينا عنه اللي نعطيه فلويد وانسولين، ما عنده لا هيموداينامك استابيليتي والاي بي سي مالته نو، يعني نو ما عنده فد مشكله بيها، اوكي ما عنده مشكله سيريس تستحق الريسستيشن، وما عنده سيريس اندرلاينج ديس اوردر. يعني عكس هذا، شلون اكتشف ما عنده سيريس اندرلاينج؟ يعني انفستيجيشن، والانفستيجيشنز ممكن تفيدك هنا. يعني اي بيشنت عنده هاي بلاد جلوكوز، احنا من ضمن الورك اب مالتنا راح نسوي له الاي بي جي، والاي بي جي راح نشوف عنده الـ يعني ميتابوليك اسيدوسز، عنده الكترولايت ديستربنس، زين عنده هاي انيون جاب، هذا راح يدخل من ضمن السيريسلي ال بيشنت، يعني ممكن يكون دي كي اي. زين الهايبر اوزمولاريتي عنده، الاوزمولاريتي اكثر من 320 ملي اوزمول بير لتر، ذول البيشنت يدخلون في قائمه كريتيكال ال. اذا حتى اعرف انه البيشنت كريتيكلي ال، السيريس اندرلاينج ديس اوردر ممكن يكون اكتشافها من خلال الاكزامينيشن ومن خلال الانفستيجيشن اللي اسويها للبيشنت. اوكي اني بيشنت كريتيكلي ال بعد no more subcutaneous insulin. No more. رح نستخدم له IV. بس ال IV شنو؟ IV infusion. IV infusion. شو نستخدم له ال IV infusion؟ 0.1 to 0.1 roughly. هذا رح starting dose. ال starting dose roughly. 0.1 to 0.15 units per kg per hour. Units per kg per hour. هذا ال patient بعد no more subcutaneous. زين؟ ال critically ill patient. عنده high blood glucose. No more subcutaneous injection. استخدمنا IV infusion. شوف هذا الحكي يمشي على critically ill patient. Whether can critically ill because of non-diabetic cause. وال blood glucose مات صار high. يعني decompensation صار بال glucose. نتيجة other cause. يعني مشكلة مو بال لا هو واصل DKA ولا AHHS. زين؟ بس اكو اذر اندرلاين كوز وصعد الجلوكوز، بس هو كريتيكلي ال، هو كريتيكلي ال. زين او البيشنت دايجنوز وذ دي كي اي او اتش اتش اس، اوكي يعني دول الدايابيتيك كرايسيس. كل الاحوال راح نستخدم له اي في، اي في انفيوجن باذر دوز. اوكي زين هسه هذا البيشنت كريتيكلي ال وهذا التعامل وياه بغض النظر عن الكوز وتريتمنت اوف ذا بيشنت راح يكون كامل. يعني راح ما راح تاخذ بس الهايبرجلايسيميا، راح تعالج البيشنت ككل. اوكي نجي على الجروب الرابع. الجروب الرابع اللي هو البيشنت اللي عنده لونج ستاندينج بوردينج، يعني بقى بالامرجنسي ديبارتمنت فور ا لونج تايم. شو راح اتعامل وياه؟ هذا البيشنت فور ا لونج تايم بالامرجنسي راح نعطيه التريتمنت اوف ذا وورد. طبعا وذر كان تايب 1 او تايب 2، بوث اوف ذم دول راح يتعالجون بالانسولين. يعني صح تايب 2 ممكن كان ياخذ اورال انتي دايابيتيك ميديكيشن، ما ياخذ انسولين، لكن وانس البيشنت ادميتد راح يتحول على انسولين. زين؟ هذا الحكي عاده بالوورد. لكن sometimes بقاء البيشنت يطول بالامرجنسي ديبارتمنت، ولقيت البيشنت مات، سويت له انفستيجيشن لقيت الراندوم بلاد شوجر مات اكثر من 140 او اكثر. زين هذا البيشنت يحتاج لتبديله مانجمنت. بدء المانجمنت بالامرجنسي ديبارتمنت راح يصير بيتر اوتكم، بعدين الكنترول مال البلاد جلوكوز راح يصير بيتر. ممكن انت ما تنطيه بالامرجنسي ديبارتمنت وتنتظر بالورد، بس الكنترول مات راح يطول. يعني انت من تبدي الايرلي الانسولين ثيرابي
للبيشنت من الامرجنسي ديبارتمنت اذا طول بقاءه بالامرجنسي راح يصير الكنترول بيتر من البيشنت يدخل لراتها. شو راح اتعامل وياه؟ شو راح نعطي انسولين؟ نفس الطريقه اللي حكيناها بحساب الانسولين. شلون يعني؟ يعني الفيزيولوجيكال ميثود راح تنطيه بيزل انسولين زين ويا الميلز راح تنطيه انسولين. البيزل انسولين لونج اكتنج تنطيه مره واحده باليوم او ممكن انترميديت اكتنج مرتين، وتنطيه ريجولار انسولين زين وقبل الميل بخمس الى 30 دقيقه قبل الميلز، عم يصعد لك بيكس قبل الميلز، وتراقب طبعا البلاد جلوكوز مالته. وحكينا التوتال دوز عشان نحسبها. هذا الى البيشنت ياخذ اورال. اما اذا البيشنت ما ياخذ اورال، اما اذا البيشنت ما ياخذ اورال انتيك وعلى بارنترال او انترال ثيرابي بس يعني ما ياخذ، مو كونشس ياخذ اورال، هذول البيشنت راح الريجولر انسولين راح يصير افري 4 تو 6 اورز، نفس الدوز بس راح يصير التقسيم افري 4 تو 6 اورز. اوكي، ويا ما نقسمه نصين ونص للريجولر، هذا بدل ما نعطيه ويل ميلز راح نعطيه افري 4 تو 6 اورز زين، افري 4 تو 6 اورز. احنا سامعين انتو بالسلايدنج سكيل، يعني هل ممكن، سؤال، هل ممكن انه امشي البيشنت على سلايدنج سكيل الى ان يدخل للورد؟ الجواب لا. زين، السلايدنج سكيل اللي يستخدم يعني للبيشنت يستخدم ممكن يعني تمبوراري زين، بعد انه البيشنت من يتعدل الدي كي اي مالته زين والى ان بعدين ينظموا الانسولين، وما يطول فور ا لونج تايم، ما نطول بسلايدنج سكيل فور ا لونج تايم. البيشنت وراح يتعرض ممكن الى هايبو اور هايبر جلايسيميا، يعني ممكن ينزل البلود جلوكوز او يصعد. فالبتر هو هاي الطريقه زين، البيزل بولس ميثود، ننطي بيزل انسولين وننطي ويا الميلز. بيشنت ما ياخذ اورال انتيك ننطي افري 4 تو 6 اورز، هي نفس الدوز بس نقسمها بدل ما على الميلز قسمها افري 4 تو 6 اورز. حتى يعني ستيك تو تايم، اعتقد هسه احنا صرنا يعني 40 دقيقه، فاعتقد هذا الوقت اللي احنا اتفقنا عليه مو اكثر من 40-45 دقيقه. اني بالنسبه لي خلصت يعني اهم الاشياء اللي تعامل الهايبرجلايسيميا بالامرجنسي ديبارتمنت. راح اسوي سمري سريع للحكي اللي حكيناه كله. عرفنا انه قسمنا البيشنت فور كاتيجوريز. الكاتيجوري الاول انه البيشنت النيولي دايجنوست زين، لان اذا البيشنت دايجنوست اوريدي يعني على ثيرابي زين وجاي البلود جلوكوز مالته مو هاي، ما محتاج منك شيء، هذا البيشنت راح يرجع يكمل المانجمنت مالته. بس النيولي دايجنوست والبلود جلوكوز مالته هاي بس مو كلش هاي، هذا ممكن انت تبديله من الامرجنسي ديبارتمنت المانجمنت، وذر كان تايب 1 تبديله مانجمنت انسولين، تايب 2 زين ممكن تبديله لايف ستايل موديفيكيشن زائد متفورمين زين. متفورمين تبدي ب 500 ملغ وانس ديلي، وبعدين ورا اسبوع ممكن هو يزيده بعدين بالفولو اب ويا البرايمري هيلث كير فيزيشن. اني اسف مدى اقدر اقرا هسه التعليقات بس حتى اركز بالسمري. النوع الثاني او الكاتيجوري الثاني مال البيشنت اللي هم البيشنت اللي عندهم اكيوت انكريز بالبلد جلوكوز اكثر من 250 الى 300، ذول نعطيهم فلويد اي في فلويد، وممكن نحتاج انسولين، ممكن نحتاج انسولين زين. وحكينا الانسولين نعطي 0.1 2.15 يونت بير كي جي سبكوتينيوسلي زين، ونشوف الريسبونس افتر 1 تو 2 اورز، نشوف الريسبونس المفروض يصير عندي يعني ساتسفاينج ريسبونس، يعني النزول 50 ملغ بير ديسيليتر او اكثر شوي، بس مو اقل من 50 ملغ بير ديسيليتر. الجروب الثالث مال البيشنت اللي هو كريتيكلي ال، وعرفنا شنو الكريتيكلي ال، يا اما بيشنت عنده مشكله هيمودايناميكلي انستابل، او البيشنت عنده مشكله بالاي بي سي زين يحتاج لها ريسستيشن، او البيشنت عنده سيفير اندرلاينج كوز ممكن راح يوديه الى انستابيلتي، نقدر نكتشفها من الاكزامينيشن هيستوري، ممكن يكون سجستيف اكزامينيشن او الانفستيجيشن نسويها للبيشنت. هذول البيشنت راح نعطيهم اي في انسولين بعد نو سب كات انسولين، نعطيهم اي في انسولين زين. الاي في انسولين حسبنا شلون راح نعطيه، نعطيه انفيوجن زين 0.1 نفس هاي الدوز اللي حكيناها اللي فوق، يمكن ما ادري كتبتها او ما كتبتها، 2.15 يونت بير كي جي بير اور زين. هذا البيشنت الكريتيكلي ال اضافه الى المانجمنت مال الكونديشن مالته. واخيرا البيشنت اللي يكون يعني يحتاج ادمشن، بيشنت اللي يحتاج ادمشن
للامرجنسي ديبارتمنت، يعني عفوا الورد دخول، بس طول بالامرجنسي ديبارتمنت. هنا أنا ممكن تبدي له المانجمنت اللي تبدي له بالورد، اللي هو حكينا البيزل بولس ميثود مال انسولين ثيرابي، لونج اكتنج مره واحده او شورت اكتنج مرتين، زين.